إذا كنت تمثل جهة أو كيان يقدر يقدم خدمة أو أكثر تساند المبتكرين التجاريين والمنشآت الابتكارية في واحد من هذه المجالات الـ16، سواء كانت خدمة مجانية أو برسوم مالية مقابل منافع بينكم وبين المستفيد، أو حتى مقابل شراكة استثمارية. فلوحة تحكم مقدم الخدمات هي أداتك للوصول إلى المستفيدين والعملاء. في البداية تضغط على أيقونة الزاوية عشان تسجل الدخول، ثم تضغط نفس الأيقونة وتدخل لوحة تحكم مقدم الخدمات. وفي الخطوة الأولى تعبي من هنا طلب اعتمادك كممثل لجهة داعمة للابتكار، وترسل الطلب بعد ما تكتب اسم الجهة ورقم جوالك وإيميلك الرسمي في هذه الجهة، وهي معلومات ما راح تعرض لأي أحد غير إدارة بوابة فكرة. وبعد ما يتم التواصل معك من إدارة البوابة واعتمادك، تبدأ الخطوة الثانية بأنك تضغط هنا عشان تكتب المعلومات التفصيلية للجهة اللي تمثلها، زي معلومات التواصل العامة وهل جهتكم تقدم خدمات للمستفيدين في مناطق إدارية محددة أو لكل المستفيدين في المملكة. وهذه هي المعلومات اللي بتظهر لكل المستفيدين في البوابة. وراح توصل للخطوة الثالثة بعد اعتماد المعلومات التفصيلية للجهة، وفي هذه الخطوة تروح إلى هنا عشان تضيف تفاصيل خدمات الجهة خدمة خدمة، وكل خدمة تكتب تفاصيلها في نموذج منفصل. وبمجرد ما تعتمد إدارة البوابة هذه التفاصيل المكتوبة، راح تظهر هذه الخدمات لكل المستفيدين من المبتكرين التجاريين والمنشآت الابتكارية، ويقدرون المستخدمين الموثوقين في البوابة يرسلون لك طلب استعلام عن خدمة معينة من خدمات جهتك، وتقدر هنا في قسم إدارة الطلبات تدير هذه الطلبات وترد عليها بسهولة. فكرة.sa، الابتكار التجاري يبدأ بفكرة.